مساء الخير. إلى أين؟ إلى البوريفاج، فندق الوصاية السورية الذي انتزع اعترافات بالإكراه على مدى سني الوصاية. كان قدره اليوم أن يستمع طواعية إلى اعترافات الرفيق وليد جنبلاط، وهو يعلن من دون إكراه أو تعذيب استقالته من ثورة الأرز. كأنما جبل الباروك أذهله كلام الوليد الذي طال ارتحاله، وهو الذي لم يعودنا سفره. عاد جنبلاط وقد أفلت من حراسه ومشى، عودة استذكر فيها رفضه حلف بغداد ومشاركته في ثورة 58 في مواجهة الرجعية، وتأييده وحدة مصر وسوريا، وإدانته إعدام الزعيم أنطونس عادي، وتغيير عقيدة الجيش على عهد الوجود السوري، وتأييد ثورة الجزائر والنضالات من فلسطين إلى لبنان وأمريكا اللاتينية، وعمقا إلى الثورة البولشيفية وصولا إلى الاعتراف بالصين الشعبية. هذا هو الوليد ابن الكمال، تاريخ من تاريخ لا تختصره قوى 14 من آذار يمينا ولا تحده يسارا قوى على ضفة الثورات النقيدة. سنواته الخمس الماضية تجنب جنبلاط تسميتها بثورة السيادة والحرية والاستقلال، وإنما تحالف بحكم الضرورة الموضوعية آنذاك، لكن هذا لا يمكن أن يستمر. وتمتع جنبلاط بجرأة نقد الذات عندما التقى مع المحافظين الجدد في واشنطن، مع الذين عمموا الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، الذين دمروا العراق وفلسطين. تلك كانت نقطة سوداء في تاريخنا، قال جنبلاط، في تاريخ الحزب المنحاز عربيا، لأن تلك الشعارات للسيادة والحرية والاستقلال لا معنى لها من دون مضمون عربي والالتصاق بالقضية الفلسطينية. رمى زعيم الحزب التقدمي بورقة الطلاق على قوى التحالف المرحلي، معلنا عودته إلى صفوف الفلاحين والعمال والدفاع عن القضية الفلسطينية والعلاقات المميزة مع سوريا، موجها رسالة ضمنية إلى قوى الأكثرية مفادها أن عهد الوصاية ولى، الجيش السوري انسحب، فكفانا بكاء على الأطلال. مواقف من ذهب لرجل ذهب وعاد ليشكل في وطن الأرقام ثلثا معطلا بين طرفين سياسيين يتنازعا الأكثرية والمعارضة. هو الانقلاب الأخير على الأرجح لرجل المزاج السياسي الصعب وراصد الأحداث قبل وقوعها والقارئ في فنجان المتغيرات الدولية والإقليمية. انقلاب أبيض سيسرع في فتح الطريق الدولية نحو دمشق، لكن الأهم أنه سيطفئ نار الوطن السياسي. مساء الخير. أخيرا قالها وليد جنبلاط بعد مقدمات كثيرة وتمهيدات ولقاءات وأعلان نوايا، إن التحالف مع قوى 14 من آذار كان بحكم الضرورة ويجب أن لا يستمر. جنبلاط الذي تعب من الانحياز إلى اليمين مشتاقا للعودة إلى الأصول، اعتبر أيضا أن التقاءه مع المحافظين الجدد كان نقطة سوداء في تاريخ الحزب الاشتراكي الأبيض الساطع، وذهب إلى الحد الأقصى عندما قال إن عهد الوصاية السورية ولى والجيش السوري انسحب، فكفانا بكاء على الأطلال. صدمة جنبلاط ربطت ألسن المعارضة والموالاة، لا سيما في الجانب المسيحي، إلا أنها استفزت بعد ساعات من الصمت والتفكير تيار المستقبل والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي رد هذا المساء على رئيس اللقاء الديمقراطي من دون أن يسميه. ومما جاء في بيان المستقبل إن التيار المستقبل مؤمن بحق أي فريق سياسي أن يختار الموقع الذي يناسبه، وإذا أراد البعض أن يذكر بتاريخه فلا بأس، شرط أن لا نعود إلى التاريخ المعيب الذي كان فيه كثيرون شركاء في إعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن. بعد هذا الرد القاسي والأول من نوعه لتيار المستقبل على جنبلاط، يطرح السؤال عن مصير التحالف بين المستقبل والحزب الاشتراكي، واستطرادا عن مستقبل تحالف قوى 14 من آذار العريض الذي يتعرض للإعدام البطيء منذ ما قبل الانتخابات النيابية والتحولات الإقليمية والمصالحات العربية، فيما أخذ نائب في تكتل لبنان أولا على جنبلاط قسوته في جلد الذات وضرب ثورة الأرز، معتبرا أن من حق جنبلاط أن يمارس النقد الذاتي، لكن ليس مسموحا له أن ينفذ حكم الإعدام بنفسه وبحلفائه.